حبايبي، طلبة وطلبات جريد 6، ان شاء الله النهارده معانا فيديو جديد. معاكم جيرمين ساينس تيتشر. معانا فيديو جديد النهارده في شرح مادة ساينس لجريد 6. هنكمل مع بعض النهارده بارت 3 من درس بتاعنا لليسن 2 في يونت 3 الكربون ديكسايد جاز. اتكلمنا مع بعض في الفيديو اللي فات واللي قبله على البرسنتج بتاعت الكربون ديكسايد، على preparation للكربون ديكسايد جاز ان لاب. اتكلمنا كمان على البروبرتيز بتاعت الكربون ديكسايد. النهارده هنتكلم بقى على الديس ادفانتج او الهارمس بتاعه الكربون ديكسايد جاز، يعني الاضرار او الديس ادفانتج، يعني عدم او اللي هي العيوب سوري بتاعه الكربون ديكسايد. تمام. لو النسبه البرسنتج بتاعه الكربون ديكسايد انكريز ان اير، ايه اللي يحصل؟ احنا عارفين ان البرسنتج بتاعه الكربون ديكسايد كانت 0.0 تمام 3 من الفوليوم بتاع مين؟ من الفوليوم بتاع الاير، خلاص من الحجم بتاع الاير او بتاع الاتموسفير. لو زادت النسبة دي او البرسنتج دي في الاير يحصل ايه؟ يعني ايه الاضرار، ايه الهارمز على الهيومن او على الليفينج اورجانيزم عامة وعلى الارض كمان اللي احنا عايشين عليها. قال لي بالنسبة للليفينج اورجانيزم، الليفينج اورجانيزم هيعانوا او كوزز او هيعانوا من ايه؟ suffocation. suffocation يعني اختناق وعدم القدرة على التنفس كويس، يعني تحس ان انت كأنك بالظبط كده قاعد في مكان مقفول ونسبة الاكسجين فيه قلت، فبدأت تحس ان انت مش قادر تاخد نفسك كويس. suffocation يعني الاختناق بتاع living organism، طبعا لان الاعتماد الكلي لينا كliving organism على الاكسجين. فلو زادت نسبة الكربون ديكسايد جاز وزادت كتير جدا في الاير هتسبب عملية suffocation للليفينج اورجانيزم، اختناق وصعوبة في التنفس. تمام. طيب هيعمل ايه للإيرث؟ قال هيعمل للإيرث ان هو هيعمل لي increasing للتمبريتشر بتاعت الإيرث، هيزود لي درجة حرارة الارض. ليه؟ الفينومينون دي اسمها global warming، والglobal warming دي ان شاء الله انتوا هتدرسوها بالتفصيل في prep 1 في اولى اعدادي، برضو هناخد الجزء كده في المنهج بتاعنا بتاع الساينس هيتكلم على الكربون ديكسايد كجزء كده من درس، وهندرس فيه الجلوبال وورمنج دي بالظبط بتبقى بتحصل ازاي. بس كمعلومه ليه كده على السريع، كلمه جلوبال وورمنج يعني احتباس حراري. يعني ايه احتباس حراري؟ هقول لك. احنا عارفين ان الارض حواليها اتموسفير، تمام، دي الارض بتاعتنا، واتفقنا ان الارض فيه حواليها غلاف، والغلاف ده احنا قلنا ان احنا لو جينا بصينا على كوكب الارض بتاعنا كده من بره هنلاقي فيه حواليه غلاف كده ابيض، الغلاف ده هو الاتموسفير بتاعنا. خدنا من الدرس الاولاني ان الاتموسفير بتاعنا او الغلاف الجوي بيعمل ايه؟ بيحمي الارض من الاشعه الضاره اللي بتيجي من السبيس، صح كده، من الايه الهارمفول راديشن اللي جايه منين؟ اللي جايه من الصن وجايه من السبيس. حلو. لما هيحصل تلوث او لما هيحصل زياده في نسبه الكربون ديكسايد جاز، قال لي الكربون ديكسايد جاز هيبقى فاصل ما بين الارض وما بين الاتموسفير. يعني ايه؟ مش فاهم، هقول لك كده ثواني ركز معايا. بص كده، دي كده الارض بتاعتنا اهي، خلاص حلو. طيب والمفروض ان حواليها ايه؟ المفروض ان حواليها غلاف جوي. هيقوم يجي الكربون ديكسايد جاز يبقى موجود فين؟ يبقى موجود هنا. بصوا كده عمل ايه؟ عمل بالظبط كفاصل او حاجز ما بين الارض خلاص وما بين مين؟ ما بين الاتموسفير. تمام. وبعدين هيعمل ايه؟ قال لي بكل بساطة بقى، كل لما هيعدي أشعة من الشمس وتيجي على الأرض ويبقى في أشعة عايزة ترجع تاني، هتروح تخبط في الكربون ديكسايد وتقوم راجعة تاني الأرض. تاني نعملها بلون تاني عشان نوضحها. بصوا كده وركزوا معايا، كل لما هتعدي أشعة من الشمس تدخل للأرض، تمام، الأرض هتاخد منها الأشعة اللي هي عايزاه، والباقي هتعمل فيه إيه؟ هتطلعه للسبيس تاني، فهيجي يطلع هيتصادم بمين؟ هيتصادم بالكربون ديكسايد، يقوم يحصل ايه؟ يقوم رجع للارض تاني.
هو ده بالظبط اللي الجلوبال وورمنج بتعمله. هتعمل ايه؟ هتاخد، احنا بيعدي علي بيجي لنا radiation وبتجي لنا اشعه من السبيس ومن الصن نزلت للارض، وبعدين حصل ايه؟ خدنا منها اللي احنا عايزينه، في زياده مش عايزه، عايز ارجعه للفضاء تاني للسبيس. فالمفروض ان هو قبل ما كانت موجوده كربون ديكسايد ده كان بيطلع من الارض ويعدي من الطبقات بتاعه الاتموسفير ويطلع تاني في السبيس. دلوقتي بوجود الجلوبال وورمنج او بوجود الطبقه بتاعه الكربون ديكسايد هيبتدي يرجع من الارض، هيخبط في الكربون ديكسايد ويقوم يرجع للارض تاني مره تانيه، فمش هيلحق يوصل للسبيس، فتفضل الارض محتفظه بيه. فهيفضل يعمل ايه؟ هيفضل يزود لي في الانكريز للتمبريتشر بتاعه مين؟ بتاعه الارث، وترتفع درجه حراره بتاعه الارض على ايه؟ على مدار السنين. تمام، دي كده اختصار للجلوبال وورمنج لحد لما ناخده بالتفصيل في بريب 1. تمام، نكمل. هناخد بقى الامبورتنت واليوزز بتاعه الكربون ديكسايد. ما هو مش كل حاجه ليها اضرار بس او ليها نفع بس، لا، كل حاجه في الدنيا ليها استفاده او اقدر استفيد منها، ليها يوزز، ليها استخدامات، ليها امبورتنت، وليها ايه كمان؟ وليها ديس ادفانتج او ليها هارمز. طيب يعني انا بستخدم الكربون ديكسايد في ايه؟ هل هو الكربون ديكسايد ده ليه اهميه؟ ليه اهميه. يعني ال 0.03 دول ليهم اهميه؟ ليهم اهميه. ازاي؟ اول حاجه making dry ice which is used in refrigeration. تمام، يعني ايه refrigeration؟ refrigeration يعني في الثلاجات، في عمليه التجميد، عمليه التثليج. وايه الدراينج ايس ده؟ اللي هو التلج الجاف، التلج الجاف. طيب ازاي؟ قال لي ان انا بجيب الكربون ديكسايد جاز، هعمل له عمليه بريجر وكولينج. نركز عشان الجزئيه دي بتيجي كتير في التشوز، في الكومبليت، في ترو فولس. تمام، بيسالني عليها كتير جدا، بيقول لي انا عشان اعمل عمليه الريفرجريشن او عمليه الدراي ايس بستخدم ايه؟ كربون ديكسايد جاز. بعمل له ايه؟ بعمل له حالتين اتنين، بريجر يعني بضغطه، وكولينج ببرده، فبيتحول لايه؟ بيتحول لليكويد. يعني انا كده حولته من جاز لليكويد. تمام، حلو. وبعدين خدت الليكويد ده عملت عمليه ايه؟ ريليفينج بريجر، هقلل الضغط فيتحول الى دراي ايس. تاني خدت الكربون ديكسايد عملت عليه عمليتين، بريجر وكولينج، ضغطته وبردته، حولته ليكويد. تمام، وبعدين ريليفينج بريجر، قللت الضغط حولته الى دراي ايس. الحته دي مهمه جدا، تمام، كررت معانا كتير جدا في السنين اللي فاتت في الاسئله. اوكي، بعد كده extinguish some type of fire، اطفاء حرائق بعض انواع الحرائق، because it doesn't burn and doesn't help in burning. تمام، making a soft drink، soft drink اللي هي المشروبات الغازيه، الغاز، الجاز اللي بيكون موجود في اي مشروب غازي ده هو الكربون ديكسايد جاز. عشان كده احنا دايما بنقول ان احنا لازم نقلل من الحاجات الغازيه ديت او من السوفت درينك دي، لانها بتضر جدا بالبونز، بالعظام. تمام، وبالجسم عامه، وبصحه الجسم عامه، وبحاجات تانية بقى كمان كتير، يعني بتاثر على الهارت وحاجات وحاجات كتير جدا من الاورجانز بتاعه الجسم. تمام، making bubbled بريد، صناعة الخبز البابلت اللي هو المنفوخ او الجميل. يعني ليه؟ لان احنا بنضيف حاجة اسمها يست، خميرة تضف للعجين. طب هي الخميرة دي بتعمل ايه؟ الخميرة دي احنا لو حطينا عليها شوية مية دافية وحبة سكر، بنلاقي في كوباية كده وبنسيبها شوية، بنلاقي ان هي حجمها بيزيد. تمام، حجمها بيزيد فهي بتفور، فهي بتفور كده او الحجم بتاعها بيزيد. نتيجه ايه؟ نتيجه ان في حصل عمليه رياكشن او تفاعل اداني كربون ديكسايد. تمام، الكربون ديكسايد ده نتج عن نتيجه عمليه ايه؟ نتيجه عمليه الفيرمنتيشن بروسيس. فيرمنتيشن بروسيس يعني عمليه التخمر. بص، تلاقي ماما جايه تعمل بيتزا، فبتعمل حته عجينه صغيره جدا وتقول لك احنا هنحطها، هنغطيها وهندفيها ونحطها ايه شويه تدفى كده حبه لحد ايه ساعه كده او نص ساعه، وبعد كده نبتدي نشكلها ونرصها في الايه في الصواني. هتبص تلاقي بعد النص ساعه دي حجم العجينه ضعف، لو كانت حته صغيره بقت حته كبيره جدا. يعني لو ما كانت عاملاها بالشكل ده بعد ساعه هتلاقيها كبرت كده.
ايه اللي حصل؟ حصل لها ما تقول لك احنا حطيناها هنسيبها تخمر. تخمر يعني هنعمل عمليه فيرمنتيشن. عمليه فيرمنتيشن فهيحصل عمليه اكسباند للضف، هيحصل عمليه تمدد للعجينه دي، تمام، باي هيت بالحراره، ميكنج بريد بورس اند تيستي، وتديني في الاخر خبز تيستي يعني طعمه حلو جدا، تمام. بستخدم كمان الكربون ديكسايد في ايه؟ قال لي في الفوتوسينس بروسيس، طبعا مش جديدة علينا، اتكلمنا عليها كتير جدا في ليسون 1 وفي ليسون 2 برضو في بداية الليسون بتاع الكربون ديكسايد. وطبعا دي بروسيس بيقوم بيها الجرين بلانت، بان هو بيعمل ايه؟ قلنا بروديوس دير فود. بيعمل ايه؟ هو بياخد الكربون ديكسايد وبياخد اللايت انرجي خلاص، وبياخد الووتر والمينرز سولت من السويل، بيضخهم سوا مع بعض، بيعمل لهم عملية فري اكشن تفاعل خلاص، ويديني في الاخر فود واكسجين. طبعا الفود اللي هو بيخلي النبات يكبر، والاكسجين ده اللي هو necessary for respiration process، ده اللي بيطلع بعد كده في الجو اللي احنا بناخده بعد كده كهيومن او الانيمال، بناخده بنستفيد بيه علشان نعمل عمليه الايه الريسبيريشن. اوكي تمام. بعد كده عايز اعرف بقى اللايف ابلكيشن للكربون ديكسايد جاز ايه؟ ايه هي التطبيقات الحياتيه على الغاز ثاني اكسيد الكربون؟ اول تطبيق حياتي في حياتنا لسه واخدينه دلوقتي في الامبورتنت بتاعتها اللي هو السوفت درينك. وطبعا لازم نعرف ان كتير جدا من الساينتستس من العلماء بيسموا السوفت درينك ده ان هو يوزلس فود. useless food يعني غذاء غير مفيد او طعام غير مفيد، because it doesn't contain any nutrients، لانه ما فيهوش اي مواد غذائيه except sugar، يعني هو عباره عن ميه بسكر بالظبط، هو ميه وسكر وكربون ديكسايد جاز وطعم اكتسبت طعم مش اكتر من كده، تمام. يبقى اذا هو ما فيهوش اي nutrients، ما فيهوش اي غذاء، تمام، except sugar. طيب drinking big quantity of soft drink، ان احنا نشرب كمية كبيرة جدا من soft drink means that you swallow big amount of carbon dioxide، معنى ان انت شربت كمية كبيرة جدا من soft drink او اللي هو الحاجة الساقعة يعني بيبسي السيفن الحاجات دي كلها، ده معناه ان انت خدت big amount من carbon dioxide. طب وبعدين يعني انا البيج اماونت وكربون ديكسايد دي هتسبب لي ايه؟ قال لي هتسبب كوزس بون ديزيز او استيوبروسس اللي هو مرض العظام، استيوبروسس اللي هو مرض العظام او البون ديزيز خلاص اللي هو مرض العظم اللي هو هشاشه العظام، يعني ان الطفل او الشخص ده يكون عظمه زي ما بنقول كده ضعيف، اقل خبطه بتاثر فيه ممكن تسبب له كسر او مضاعفات، تمام. اند ماي كوز ذس، وممكن هو يسبب الوفاه. طب ليه يعني هو في مرض العظام او هشاشه عظام سبب وفاه؟ لا، وجود نسبه كبيره من الكربون ديكسايد جاز amount of carbon dioxide increase in blood لما بيزيد في الدم ذات lead to not getting the oxygen need for vital process of your body. وجود كمية كبيرة جدا من الكربون ديكسايد جاز موجودة في البلد بتاعك، موجودة في الدم، ده معناه ان جسمك مش هيقدر يحصل على كمية الاكسجين اللي هو محتاجها عشان يقوم بكل العمليات الحيوية. بمعنى ايه؟ احنا جينا في جريد 5 درسنا الهارت القلب، وعرفنا المكونات بتاعت البلد، وعرفنا ان البلد في اللي هو الريد بلاد سيل، وقلنا ان الريد بلاد سيل دي كانت مسؤوله عن انها بتاخد الاكسجين من الهارت بتوديه الى السيلز بتاعه الجسم، وبتاخد بتتحمل منه بالكربون ديكسايد جاز عشان توديه الى اللنج، واللنج بعد كده بيخرج الكربون ديكسايد جاز ده لبره. طيب لما يكون بقى البلاد ده مليان نسبه كبيره جدا من كربون ديكسايد جاز، هيبتدي ياخد الاكسجين يحطه فين؟ مش هيلاقي له مكان، مش هيقدر يحصل على الاكسجين اللي هو عايزه عشان يوديه للسيلز بتاعه الجسم عشان تقوم بكل البروسيس او الفايتال بروسيس اللي هو اللي هي عايزاه، وبالتالي ده هيسبب ايه؟ causes death. اوكي تمام. بعد كده في جزء اللي هو enrichment information، ودي مش مشكله قوي يعني مش عليكم، دي معلومه اسرائيليه مش لازم ان انتوا تذاكروها، بس خلوها موجوده في دماغكم ان الكربون ديكسايد جاز احنا بنسميه السايلنت كيلر، القاتل الصامت، لانه طبعا كانت سين اند نوتست اند نو سميل،
ولا ليه ريحة ولا ليه لون ولا اقدر اشوفه، فنقدر نسميه سايلنت كيلر. بريسنج ان ا كلوزد بليس يعني باد فنتليتد بليس، بليس يعني مكان سيء التهوية او سيء التنفس، مكان مغلق. lead to a gradual decrease in oxygen، ده هيسبب تناقص تمام بانتظام في الاكسجين، وبالتالي زياده increase في carbon dioxide gas، so man get suffocated and lose consciousness then a die. consequences sorry and loses consequences and then a die. طبعا هيفقد الشخص ده، هيعاني من suffocated من اختناق and lose consequences اللي هو يفقد الوعي then die يعني بعد كده هيموت. اوكي دي كانت معلومة إسرائيلية، مش مشكلة ان انتوا طبعا مش عليكم ان انتوا تذاكروها، بس كانت معلومة عامة ليكم. تمام بكده يكون الدرس بتاعنا بتاع الكربون ديكسايد جاز انتهينا منه. lesson 2 ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة، واي كومنت موجود عندكم او اي استفسار اكتبوا لي تحت الفيديو او على البيج بتاعتنا على الفيسبوك اللي انا هسيب لكم اللينك بتاعها في الفيديو وفي الوصف بتاع الفيديو. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، وهستنى كل ارائكم و اقتراحاتكم بالنسبة للقناة بتاعتنا او للفيديو اللي انتوا بتشوفوه. باي باي.